ارحب بالكبار كابتن مجدي عبد الغني. يا مساء الانوار. مساء الفل يا كابتن مجدي. اهلا وسهلا. صحتك الله يخليك. كابتن ضياء السيد يا مساء الانوار. مساء الانوار يا كابتن مجدي. اهلا بيك. اهلا بيك. قبل ما نتكلم سريعا عن ماتش الزمالك لان عندنا اخر تدريب من شويه تمام لفريق نهضه بركان وعندنا وعد حصري وعندنا مفاجاه للجمهور. عملنا لقاء مع اسمه ايه كوجا لابا كوجا. لابا كوتش المهاجم اللي هو سجل لابا مظبوط نهضه بركان وفي سؤال هل هو مضى للاهلي او في كلام. لا ده في كلام بيقول لك ان هو مضى خلاص. هنسمعه اخر حاجه المواقع اللي كاتباها. هنسمعه. طيب. هنسمعه بنفسه. بس خليني الاول اسالكم قبل ما نروح للكلام ده كله، ليك تعليق على اختيار اجيري؟ وطبعا اجيري هو المسؤول عن الاختيار وانا طبيعي. بصفتي مسؤول برضه ما يحقش لي ان انا اعلق على اختياراته. انما لا انت كراجل محلل. انما انا من وجهه نظري يعني هو طبعا ما فيش حد بيبقى شايف ان اللعيب ده هيفيده وما ياخدوش. ضيا درب منتخبات كتيره وعارف لا. ان اي واحد بيبقى في مكان مميز المفروض ان المدرب المنتخب بيحب يستعين بيه عشان يكسبوا الماتشات. هو مش رايح يخسر، ده رايح يكسب المفروض. صحيح. ف انما المستوى الشخصي انا يعني الوحيد اللي انا ممكن شايف انه ممكن ينضم لهذه المجموعه، وانا بقول ان ممكن من خلال المباريات الوديه قبل البطوله ممكن يبقى له دور، ممكن او ممكن يتم ولم يتم اختياره هو اسمه ايه جمعه عبد الله جمعه. بس هو ما اختاروش. ممكن يستدعي لمباراة ودية. ممكن قبل بطوله الامم الافريقيه ممكن، لان هو في الحقيقه عامل موسم استثنائي من وجهه نظري. عامل يعني انا شايف انه في الحته الدفاعيه بيبذل مجهود كبير ويتزحلق وتاكلنج وعامل شغل يعني دفاعيا مش شايف انه حتى في مباراه النهائي المباراه الاولانيه والمباراه قبل النهائي مش شايف ان هو ثغره في دفاع نادي الزمالك. لا هو عنده مجهود بيقدر يروح ويجي ويغطي يعني انا شايف ده اللي انا شايفه فنيا. فاعتقد ان من خلال المباريات هو طبعا هيعمل مباراتين قبل بس هو مش هيشرك فيهم عبد الله. لا مش هيشرك فيهم عبد الله بس عبد الله مستواه معروف يعني حصل اللي هو مستوى ايه اللي هو كويس معروف كويس مش هو كويس. لا هو هو ده اختياراته زي ما قلنا. طبعا اختياراته هي محدش بس هو عنده بعد اذنك كابتن مجدي هو عنده مشكله في الاختيارات من ساعه الاجنده اللي فاتت. يعني انت هتشوف في حوالي 6 أو 7 من اللي خدهم كجداد في الاجنده اللي فاتت فيها ماتش نيجيريا وما اتخذش منهم حد بانه كان ممكن يعني واضح انه كان في ضغط ان عبد الله السعيد يروح وان وليد سليمان يروح. حتى تيتو جارسيا نفسه المدرب المساعد انا سامعه وهو بيقول عبد الله لا يناسب طريقه لعبنا. عبد الله جمعه عبد الله السعيد في الاول دلوقتي هو قال احنا خدناه عشان هو احسن لعيب في الدوري. فهي المشكله دي هي اللي عامله له مشاكل اختياراته مثلا في الاجنده اللي فاتت. بس هو تيتو قضيه تيتو المفروض انا برجوكم يعني برجو من الكابتن هاني المشرف انه ما خلوش هو اللي يتكلم يعني خلي هاني اللي يتكلم. ليه؟ لانه تيتو كونه يتكلم عن راي شخص انما في النهايه لا هو في النهايه بيبقى مسؤول قدامك عن المنتخب. ما هو انا النهارده بتكلم انا عشان كده بقول انا مسؤول انا بالزبط. يعني برضو انا مسؤول. لا انت بتتحدث هنا خارج مكان يعني انا بقول اما بقول برضو يعني هيبقى انا بتكلم كمسؤول ولا بتكلم عن مجدي عبد الغني. انت واخد بالك ما عشان كده انا التعليق لا هو فني هو بيتكلم فنيا انما انا بقول ان اجيري هو له الراي الاول والاخير. طب هو ده اللاعب الوحيد ده حقه هو ده من وجهه نظر اللاعب الوحيد. هل عندك طبعا لا هو ما خدش اجنحه خالص قول لي اسماء لا ما خدش اجنحه غير تريزيجيه وصلاح ولو صلاح بيشتغل جوه وبره يبقى هو صلاح بس يعني ما خدش مثلا كهرباء ما خدش رمضان صبحي يعني لو مش هيلعب 4-2-3 هو فنيا بقى يبقى واخد على اساس انه يعني هو واخد عمرو ورده ما هوش جناح. لا انا بتكلم اجنحه عمرو ورده بيلعب في اجنحه ما فيش غير بيلعب في نادي جناح خد بالك بيلعب نمره 10
مش مش وليد سليمان بيلعب متطرف في قضيه انا اتفرجت له اكتر على طول نمر 10 من نمر 10 تحتك وليد سليمان تحت ما حدش يقول انه مش جناح يعني كابتن ضياء بيتكلم هو مش واخد اجنحه الا تريزيجيه وصلاح بس يعني كأطراف. ممكن يكون هو حاسب بالطريقه الفنيه اللي هيلعب بيها أيوة مش هيستخدمها كتير بالظبط لكن انا بتكلم ملاحظات مش هو مش واخد باله اكيد واخد باله منها لكن بقول لك ما خدش اجنحه اللي هي 4 2 3 1 روح المنتخب في الاجنحه وهل انت تتصور وانت راجل مدير فني منتخب سابق انه هل معقوله انه فريق يلعب بدون اجنحه؟ حسب طريقه لعبه ممكن هو واخد ثلاثه راس حرب يعني واخد هل هيستخدمهم الثلاثه في ممكن البطوله ولا هيطلع واحد؟ حاجة. يعني لو واخد ثلاثه واخد مروان وكوكا واحمد علي هيغير طريقه اللعب ممكن لا يعني هو بيتكلم على انه واخد ثلاثه هو ده عايز يقول لك الاختيارات لو هيستخدمهم على طريقه لعب معينه يبقى مش كتير لو هيستخدم لا انا بتصور لو هيستخدم راسين حربة راسين حربة مش بالضرورة مش بالضرورة هو واخد ثلاثة بتصور لو لا قدر الله حد اصيب لازم يبقى واحد في الملعب واحد احتياطي ليه طبعا بس هو ده اختيار الثلاثة مش موضوع لكن الاجنحة اللي انت اثرتها دي مهمة جدا لا ما اجنحة مهمة لازم يكون في سرعات في المنتخب انت هتلاعب فرق قوية جدا فلازم العنصر الهام ليك مش السرعات في الدفاع بس السرعات كمان في الناحية الهجومية على هو ما حدش يختلف على ان محمد صلاح بيلعب ناحيه اليمين كجناح وبيخش لجوه تمام ما حدش يختلف على ان تريزيجيه بيلعب ناحيه الشمال كجناح وبيخش لجوه تمام واتفرجنا عليهم صحيح طبعا كان في بعض الاحيان رمضان صبحي وبعض الاحيان كهربا وبعض الاحيان لا ده موجود ولا ده موجود لكن احنا بنتكلم على الاساسيين هو تريزيجيه ومحمد صلاح دول الجناحين قدر الله حصل ما قدر يعني الله قدر الله دي ورد يعني لا اصل هو حصل لك في بطوله افريقيا ما انا هقول لك يا كابتن كنت واخد مروان محسن بس وحصل له اصابه لعبت ورد ما هو ماشي احنا قلنا لا ما ينفعش احنا بنتكلم على ايه؟ انت هو لا قدر الله اي حاجه ممكن تحدث طبعا وممكن تكمل بطوله تبقى واخد بالك بقى ما هو انت معاك 23 اسم يا كابتن انت المفروض رايح هو طالما مجدي قال انه ممكن يضم بعد كده ممكن لا انت رايح انا بقول لك لا يا كابتن انت رايح بعدد رايح ب 11 و11 زيهم ايوه بس المركز احتياطي يعني السؤال هنا يا كابتن هل عبد الله السعيد ينفع يلعب جناح؟ مفيش لا يا كابتن ما في هل طارق حامد هل دونجا؟ كابتن هنا في الحاله دي في حاله ما حدث لو قدر الله ان شاء الله باذن الله دول احنا معتمدين عليهم بس في حاله لو حدث اي نوع اصابه ولا اي مكروه او حتى تعب في ماتش هيعيد خطته ما هو المدرب المفروض الكوتش العالمي ما مش داخل يلعب بخطه واحده بما يعني ان هو هيلعب بدون جناح ممكن يلعب يلعب باتنين روس حربه يا كابتن طبعا واخد بال حضرتك ثلاثة ويلعب باربعه في خط الوسط ويدور على مين ممكن يشتغل حته الجناح يعني هو شغال المفروض وهيبقى عنده افكار احنا مش عايزين ايه مش عايزين نستبق الاحداث لان لا هو ما نعرفش احنا اتكلمنا على كوبر وقعدنا ننتقد كوبر وكوبر وصلنا لنهائي بطوله امم افريقيا بس ربك كان كريم معانا جدا ما هو ربك انا كنت بعلق على الماتشات دي ربك كان كريم معانا جدا لو معاك مارادونا ربك هو الكريم ما اختلفناش لو معاك ميسي ميسي ما عملش حاجه لازم اروح مظبوط يا كابتن ما قلناش لا ميسي ما عملش حاجه مع منتخب الارجنتين صحيح ولاعيبه منتخب الارجنتين اللي بيلعبوا في باريس سان جيرمان واللي بيلعبوا في ايطاليا واللي بيلعبوا هنا ولاعيبه على اعلى مستوى بارقام عاليه جدا ما عملوش حاجه في كاس العالم تمام فهو ربك هو الاساس اللي هو التوفيق احنا كلاعيبه كوره وضياء يعلم تماما احنا كلاعيبه كوره بننزل نبتغي من ربنا يعني انت شايف الراجل ده لعب نبتغي من ربنا التوفيق لعب يا كابتن مجدي لعب على امكانيات اللعيبه اللي بيختارها وهل ادى يا كابتن ضياء كابتن كوبر ده هل شايف كان اداؤه مقنع لانه يفوز ولا كان هناك جانب كبير قوي في التوفيق لا ما هو انت وانت بتلعب محتاج التوفيق لكن هو ادى جانب كويس جدا من اساسيات الكوره التنظيم الدفاعي والناحيه الدفاعيه وصلت بيك لنتائج رائعه بشكل كبير جدا انت عايز تكمل طب افكرك الجزء الاساسي ما انا هقول لحضرتك معلش ما انا لازم اخش في بلاش سلبي بلاش نفكر في سلبي بس يعني كونغو لما يتعادلوا معاك في الدقيقه 86 هل انت كنت عارف ان كان ممكن يجي لك ضربه الجزاء في الدقيقه 94 لا ما هو وتجيب منها هدف كنت هتروح ما انت لو اشتغلت على الاحتمالات لا الكوره بتكلم على اداء كنت هتروح اول احنا معانا منتخب واخد افريقيا ثلاث مرات وجبت تصفيات كاس العالم
المعزه نزلت الملعب وخسرنا الماتش، قال لك المعزه اصل هم عاملين سحره. هو ده التوفيق وعدم التوفيق. لا يعني احنا ماشيها في جانب الكابتن مدحت عنده حل حق فيه. ما نشتغلش كل الشغلانه على جانب التوفيق. واحنا بنقول بنشتغل كل بتنظم فرقتك، وانت بتقول بتختار اختياراتك، انت معاك محمد صلاح ومحتاجه. طبعا اسماء، انت ما تتكلم على اسماء داخل المنتخب، اسماء كبيره، اسماء كبيره جدا. تيجي بتقول ما التوفيق انت محتاجه. طبعا الله، اي حد انت يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، في مره راضيه ده اصلا سردباك لعب راس حرب، فاكر ده وكان غلط. لا بس يعني سيبك من انها غلط ولا صح، انما فكر مدرب. ما هو الجمعه ما عملش جوزيه لعب راس حرب، طلعه يلعب راس حرب. أيوة في وقت من الاوقات. بس احنا ما نروحش محدش قال لك مانويل جوزيه ده ما بيفهمش وعبيط. ايوه بقى، ما انت كده لا انت عندك مساحه من الاختيارات. بالظبط كده، مش هتوصل للزنقه، مش هتوصل لدي. انت عندك عشان كده بنقول عندك 23 لعيب بتغير خطتك. بس هو عبد الله جمعه من اساسيات اللي كان لازم يكون موجود. بالظبط، هو الكابتن مجدي قال يعني حتى التفاق. يبقى موجود من الثلاثه، يعني الثلاثه يبقى موجود في ضمن القايمه. موجود، احنا ما بنتكلمش على ال 11. مش معقول ما يكونش، مش معقول ما يكونش موجود حتى. يعني انت واخد ثلاثه باكات ليفت، ايمن اشرف، احمد ايمن منصور، احمد ابو الفتوح. انما في النهايه هل ده رابع بالنسبه للثلاثه دول؟ اختيارات لا لا طبعا. امين هو كابتن المسؤول عن هذه الاختيارات. طيب. وهو اللي شايف، هو يعلم تماما مصلحته فين، هو عايز يكسب مش عايز يخسر. مؤكد يخسر. مؤكد. احنا بس عايزين، بس ده دورنا ان احنا برضه ننور له الشمعه. احنا ربما احنا يسمعنا ويراجع نفسه. بنقول كلها وجهات نظر. كابتن ضياء قال حاجه في منتهى الاهميه لا تصل الى انه هو قراراته هي النافذه. بس ما اختلفناش في دي اطلاقا، لكن لا مانع ان احنا نضيف. احنا بندي لعيب حقه. هو كونفوشيوس قال ايه؟ كونفوشيوس قال ايه؟ قال لك خير للعالم ان توقد شمعه من ان تلعن الظلام. تمام. احنا مش عايزين لا قدر الله تقع طوبه في المطوعه طوبه المعطوبه ونلعن الظلام، احنا بنوقد شمعه. قد ياخذ بهذه الشمعه وقد لا ياخذ. هو ضم عبد الله عبد الله سعيد ووليد بناء على مناقشات برضه اكيد علي. من اعضاء اتحاد الكوره، من مناقشات واقعيه وفنيه، مش اجبار. يعني انا ما بتكلمش على اجبار، حاجه منطق يعني. منطق بتدعمه بمشاهدات للعيبه نفسها في ادائها في الملعب. صحيح. بس صحيح. يا كابتن انت، هو هل انت متخيل انه هياخد وليد سليمان عشان يبدا بيه المباريات؟ لا طبعا. هو شايف وليد سليمان بينزل في الشوط الثاني، في جزء من الشوط الثاني بيؤدي اداء افضل من اللي موجودين في الملعب، بيحول مجرى مباراه. تمام. بيؤدي الى فوز النادي الاهلي. تمام. اذا ليه ما يستغلش هذا؟ ما اختلفناش. اللعيب اقتنع اخيرا بده. بس ليه ما يستغلش اخيرا بده؟ ليه ما يستغلش هذا؟ ده اكيد اللي فكر فيه. خد بالك والله انا ما اتكلمت معاه، انا ما بتكلمش عليه. لا انا بفهمك، هو ده اكيد. اصل هو دي حاجه كويسه، دي كوره يا ضيف، ودي حاجه كويسه. هل كرة. في حد عندكم في المجلس بيتكلم معاه؟ لا المشرف على المنتخب ولا كابتن هاني بريدة؟ بس باشمهندس هاني بريدة طبعا. حدش تاني بيتكلم معاه؟ احنا لا، احنا ولا الباشمهندس كمان بيتدخل في فنيات. أوكي. لانه عشان يقدر يحاسبه ما ينفعش يتدخل في فنيات. صحيح. صحيح. عشان يقدر في النهايه يقول له انت اخطات او انت احسن. بس لا مانع ان هو لا مانع انه ياخد ويمدي. مثلا هو الراجل بقى في النهايه فنيا رايه هو. وعلى فكره انا معجب جدا بقى له كابتن ضياء. مساله الاجنحه برضو دي نقطة أنا شخصيا ما كنتش، كانت غايبة عني. النهاردة الأجنحة هي اللي بتسحب، يعني لازم تطير. لا لازم أنت أي منتخب كبير لازم يكون فيه سرعات. سرعات. لا أنت هتلاعب سرعات. أنت هتلاعب. أنت بتتكلم على تريزيجيه وصلاح بس. لا أنت هتلاعب. ما عندك كفاية. هو موجودين في أي حتة. هتلعب دول طول البطولة. هتلعب غيرهم. أيوه هتلعب طول البطولة. ما تضمنش. أنت تضمن دول. هتلعب طول البطولة. أنت عندك لعيبة محترفة لازم تلعب طول البطولة. لا تلعب لازم. يا كابتن أنت سافرنا بعد ماتش واحد لا قدر الله. لازم تبقى تأسيسية طبعا. إحنا سافرنا مع قضية منتخب في كولومبيا. ما لعب بالفرقه بتاعته الاساسيه كل البطوله وماله؟ ما غيرهاش. بس هل هناك ما يمنع لا قدر الله واحد يتعب؟ ما انت جايب واحد جايب الاحتياطي في وجهه نظرك انت كمدير فني. لا احتياطي الاثنين دول ما فيش من وجهه نظرك كابتن مدحت. لا انت وجهه نظرك مين الاحتياطي الاثنين دول يلعب على الاطراف من اختياراته؟ ممكن وليد سليمان ينفع في الربع ساعه؟ لا عايزين افترض يا سيدي واحد اخذ كارت احمر. انا عايز اسال الكابتن مجدي حاجه عشان هو كابتن مجدي فاهم يعني. اتفضل. وحضرتك طبعا يعني اتفضل. انت تحب ان المراكز تبقى اللي شغلانته باك ليفت هو اللي يلعب باك ليفت، واللي شغلانته جناح يلعب في جناح في البدايه؟ ولا تحب في بطوله قاريه كبيره عمليه التركيب، انه ده هينفعني في الزنقه يبقى معاك واحد او اتنين جوكر ينفعك، لكن المراكز الاساسيه لازم تبقى
كل واحد في ظهر واحد شغلته جناح صحيح. شغلته باك صحيح. شغلته صحيح. ده شغلته صح ده البطولات القاريه اكيد البطولات القاريه عشان كده عملوها 23 لعيب بالظبط تمام آه. فلازم في 23 عندي يبقى عندي البدلاء اللي هم متولفين على مكانهم ما خلقش مكان لواحد يعني ما جيبش احمد المحمدي لا لا هي هي المشكله في الباك ليفت لانه ما فيش غير ابو الفتوحه بعتبر ان ايمن اشرف واحمد ايمن منصور طول الدوري بيلعبوا سردباكات صحيح على طول طول الوقت بيلعبوا سردباكات عمرو ورده ينفع جناح ينفع جناح ينفع جناح طبعا خلاص تمام خلينا احنا ولعنا الشمعه وهو براحته فيها بالزبط. طيب نشوف بقى لابا كوتشي اوكي لاعب نهضه بركان كان في لقاء حصري من ساعتين بالظبط اثناء التدريب ورينا يا Vu que le match allait, c'était un peu difficile pour nous, mais on a réussi à quand même marquer un but. Et on est tous conscients que ici, ça serait un peu compliqué, mais inchallah, on fera le maximum. هو شايف ان هو هيكون ماتش صعب جدا بل ومعقد خصوصا بعد ماتش الذهاب اللي هو كان صعب جدا ومع ذلك هم قدروا ان هم يخطفوا جون بلغه الكوره يعني ان هم يخطفوا جون في الاخر فمواجهه النهارده مواجهه العوده هنا في برج العرب هتكون اصعب ولكن هم برضه هيحاولوا وبيقولوا ان شاء الله هيقدروا يحققوا اللقب يعني شايف ابرز خطوط الزمالك ايه او افضل خطوط الزمالك Qu'est-ce que vous pensez des meilleures positions de l'équipe du Zamalek, les meilleures lignes, les meilleures positions de notre équipe du Zamalek? Ouais, Zamalek, c'est une grande équipe et je pense que tous les joueurs sont bien en ce moment. Vu le match aller, c'était un match qui avait beaucoup de rythme. Et voilà, je ne connaissais pas trop les joueurs personnellement, mais je pense qu'ils ont une bonne équipe. هو شايف ان الزمالك فريق كبير وحاليا عنده لعيبه قويه جدا في جميع المراكز هو يمكن مش عارفهم كويس بالاسماء ولكن هو شايف يعني اللي شاف مباراه الذهاب يشوف ان الزمالك فريق قوي جدا بكل اللعيبه اللي عنده هو يمكن بس مش عارفهم بالتحديد لكن هو شايف ان الفريق ككل فريق قوي جدا. تردد ان في مفاوضات من بعض الانديه المصريه مع لابا. Il y avait quelques nouvelles, qu'il y avait quelques négociations avec vous là-bas, avec des autres équipes égyptiennes. Est-ce que c'est vrai? Alors pour le moment, moi, je suis focalisé sur ma finale, je suis concentré sur la finale. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, mais maintenant, moi, je suis concentré sur la finale. Après ça, on verra, on ne sait jamais. هو شايف ان هو دلوقتي مركز كل تركيزه في ماتش النهائي هو ممكن تكون ديت اشاعات لكن هو كل تركيزه الحالي في المباراه النهائيه بعد كده هيبقى يشوف لو كان في عروض او كان في اي مفاوضات مع اي فرق مصريه ساعتها ممكن يبقى في كلام لكن هو حاليا كل تركيزه في المباراه النهائيه شكرا ده لقاء حصري ودي النايل سبورت دي النايل سبورت قدرنا نوصل للفريق وقدرنا نسجل مع اهم لاعب في الفريق امر مش سهل على فكره وحتى الكباتن نفسهم قالوا لي انتوا عملت اللقاء ده ازاي هذه هي نايل سبورت هذه هي نايل سبورت طيب هنشوف التدريبات دلوقتي احنا بنتكلم ابدا معاك كابتن ضياء من وجهه نظر دي التدريبات بتاعتهم من 3 ساعات في حديقه الفندق دي برضو حصريه لنايل سبورت ولمساء الانوار في ملعب الفندق ملعب الفندق من وجهه نظر كابتن ضياء السيناريو الانسب للزمالك في لقاء العوده من وجهه نظرك انه يوصل للعيبه وكل المسؤولين عن فريق الزمالك ان البطوله 50-50 لانه من بعد ما انتهى الماتش التفاؤل حلو وكل حاجه بس النبره عاليه زياده عن اللزوم الماتش معقد والماتش مش سهل الفرقة كويسة بتلعب كرة كويسة كان سهل الزمالك يسجل هناك ما سجلش فأصبح مطالب أن يسجل هدفين فلازم الزمالك يتعامل على أن البطولة 50-50 لحد ما يبتدي المباراة ويفرض سيطرته ويقدر يتحكم في الجيم بشكل كبير جدا لكن حتة أنه خلاص البطولة بقت موجودة إن شاء الله تكون موجودة في الزمالك إن شاء الله. لكن انه يبقى فيه افراط بشكل كبير جدا مش عايز ده يوصل للعيبه لانه مش سهل لانه عندهم هم سرعات متمثله في الخط الامامي
الهجمة المرتدة دي حصلت في 30 أقل من 30 ثانية. الزمالك كان طالع 0-0 صح، حصلت في أقل، عدم تركيز في باصة صغيرة، عدم تركيز فيها اتردد في أقل من 30 ثانية. اه فتح الزمالك خطوطه وارتدت. فلازم يتعاملوا مع الجيم بأنه أنت داخل 50-50. هل لقاء العودة يا كابتن مجدي من وجهة نظرك أصعب من لقاء الذهاب في ظل الشراسة اللي بيتكلم عليها الكابتن ضياء وقدرة المنافس على تنفيذ الهجمات المرتدة المتقنة والسريعة؟ طبعا طبعا، أصعب. لأن الجمهور، الجمهور زي ما هيعمل لك حافز، زي ما هيعمل ضغط عليك، وبداية المباراة في منتهى الأهمية. المباريات دي غالبا، المباريات النهائية غالبا بتخلص في بدايتها. يعني بتقدر تسجل في الأول، في الشوط الأولاني بتفتح. قلما مباريات بتستنى للآخر بتبقى عايز توفيق من عند ربنا. إنما كل المباريات اللي احنا خضناها في نهايات أفريقيا والمباريات اللي احنا كسبناها قدرنا نجيب فيها جوان في بداية المباراة. نعم. ما عدا يمكن مباراة ليفنتس يا ضياء لو تفتكر، النيجيري كسبنا في آخر ربع ساعة. بتبقى المباراة يعني بتحتمل كل السيناريوهات، وانا كفريق بلعب على ملعبي، اللي يهمني اكتر قبل ما اجيب الجون ان ما يجيش فيا جون. ده يبقى خطير جدا. يعني لازم يهمني نتيجه 1-0 دي نتيجه ثقيله. انت نازل متاخر، لا محتاج تجيب جون وبعد نتيجة كده سائلة. تفكر نتيجه، يعني نتيجه تجيب جون، لو حتى 2-0 تفضل معلق لاخر لحظه، تفضل معلق. ولو جبت جون وجيب فيك جون لا قدر الله، بتبقى 1-1 خلاص، الفرقه اللي قدامك كسبانه، عايز جونين، محتاج جونين كمان. فالمهم، اهم حاجه لفرقه نادي الزمالك او الفرقه اللي بتلعب فاينل وخسرانه بره 1-0 انها ما يجيش فيها اجوان. تمام، ده شيء طبعا، ده استقبال رائع، رائع جدا، رائع. رئيس نادي الزمالك، الزمالك عمل استقبال بنفسه مع المجلس. واضح ان العلاقه قويه جدا بين نهضه بركان، ونهضه بركان واضح انهم استقبلوا ناس زمالك بنفس الحفاوه بالظبط ونفس الكرم. ده اللي اتقال امبارح، وده يعني رائع جدا من ناس زمالك. ادي رئيس النادي وادي معاه المستشار مرتضى، يعني ده منظر في الحقيقه حضاري، محتاج انه يتسوق، ومحتاج ان احنا نتكلم عليه كتير، ومحتاج ان الاعلام يتكلم عليه كتير، مهم جدا، عشان يبين التعصب والمقيت اللي احنا بقينا موجودين فيه ده، ملوش اي 30 لازمه. صحيح، مباراه كره القدم بتتقبل 3 نتائج، مفيش رابع. يا المباراه بتنتهي بالتعادل، يا بتنتهي بهزيمه احد الفريقين، وهم دول الثلاث نتائج اللي موجودين. صحيح، انما غير كده مفيش، ما فيش حرب، مفيش حد بالضرب ولا بالتكسير ولا بالبتاع. كسب ماتشات، ده المنظر اللائق اللي لازم لازم بكره يوم الاحد جمهور نادي الزمالك يستقبل الفريق بيه في الملعب، مثل ما فعل جمهور لم يكن الا مع خلى لعيبه الزمالك بتلعب كانها بتلعب في استاد القاهره، رغم ما شجعهمش، لكن كانوا محترمين جدا، التعامل كان طيب، كانوا محترمين جدا معاهم، وبنتمنى ان جمهور نادي الزمالك يشجع فرقته بحماس دون التعرض، دون التعرض للفريق الاخر. طيب، واحنا بنتفرج على اللقطات الحلوه دي يا كابتن ضياء، سريعا، الاصلح لقياده حكومه الزمالك بوطيب ولا احداد، في ظل طبعا ان عمر السعيد مش هيكون؟ لا، هي مشكله، لانه بوطيب واحداد بره الفورمه. انت عايز حد في الرجليه، في يعني فورمه مباريات، فورمه المباريات. انا بشوف، هو طبعا كهربا عنده سرعات وفارق جدا مع الفرقه، لكن ممكن يبقى في سرعات تانية لو كهربا دخل في القلب وعبد الله اتزق لقدام، عبد الله جمعه اتزق لقدام، وبهاء مجدي لعب من وراه. عبد الله عايز تلعبه جناح، طبعا جناح، طبعا، وتدخل كهربا راس حربه، الجبهه دي مقفوله دفاعيا كويس، لان عبد الله بيعمل واجب الدفاعي والهجومي كويس، وبهاء مطلوب منه 5-4 هجمات كل شوط، مش مطلوب منه اكتر كده. مشكله الراس الحربه انه لا ابو طيب فورمه مباريات ولا احداد فورمه مباريات. صحيح. طيب، والنهائي ما يستحملش حد ما عندوش فورمه المباراه. محمد ابراهيم محتاجه الزمالك في بدايه المباراه دي تحديدا، محتاج للاعب؟ لا، في البدايه لا، في البدايه لا، في البدايه لازم نادي الزمالك يامن، ولازم محمود عبد العزيز جنب طارق. هل يخش مكان اوباما، ولا شاف اوباما هو الفورمه؟ لا، استحالة هيدخله، حتى جروس عنده اوباما، حتى في التغيير بيستخدمه في حته ثانيه. اوباما بيبدا المباراه بنشاط وبيبقى مصحصح،
هو مع الوقت بس اوباما بيفقد تركيزه وبالتالي بيبقى عنده ميس باس كتير وبيبقى عنده مشكله في التمرير وفي التمركز كمان. يعني اوباما لازم يبدا لازم يبدا هو هو الراجل اعتقد. طيب في الطرف الثاني ابراهيم حسن ولا احمد زيزو؟ الاثنين مستوى واحد. الاثنين مستوى واحد. تتفق ان كهربا يبقى هو راس الحربه؟ في ظل عدم وجود راس حربه. لا احداد ولا ابو طيب. الاثنين ما اقنعوناش. ما اقنعوناش. لا غير الاقناع. احنا قلنا مش فورمة بقى لهم فوق يعني بقى فوق الشهر او فوق الثلاث اسابيع. ما اقنعوناش لانهم مش فورمة. يعني اكيد هم حتى لما لعبوا الحقيقة ما اقنعوناش. ما حسيناش ابو طيب يعني بالرغم ان هم بيتكلموا ان هو منتخب المغرب وبيلعب اساسي وعلى لعيب كويس بس وعلى وليد ازارو بس ما شفناش منه انه لعيب كويس في الحقيقه من ساعه ممتاز. طيب هذا هو الامر فيما يتعلق بنادي الزمالك، من المؤكد بمشيئه الرحمن مصر كلها مع الزمالك. مجموعه من الظواهر الكرويه لهذا الاسبوع ولكن بعد الفاصل. الظاهرة الأولى يا كابتن مجدي اللي معانا زي ما حطيتها الأستاذ محمد صيام تحت عنوان عندما يقسو الأبناء، إذا صح العنوان يعني. يعني هو طبعا كرويا مش ماشي لكن هو يعني نقول إيه السيناريست يعني، عندما يقسو الأبناء. لو شفنا الأهلي خسر نقاطه المؤثرة من مين؟ من عماد النحاس مدير الفني طبعا لفريق مقلو عرب، من حسام حسن. بس هي أيضا هي مش قسوة أبناء. لا ما أنا بقول هي جزافة. هي مبادئ نادي طبعا طبعا. هو النادي الاهلي معلم ابنائه انهم يكونوا مخلصين سواء بيلعبوا في النادي الاهلي او بيلعبوا او مؤكد. انا عايز اوصل لسؤال تاني يعني. انا اشكال قلت لك هو يعني هو عنوان سيناريست يعني. كلمنا عن عماد النحاس، عن حسام حسن، بنتكلم على عبد الله السعيد بيراميدز، بنتكلم على محمد فاروق لاعب بيراميدز، بنتكلم على كريم بامبو لاعب. كل دول خدوا نقاط من الاهلي. كل دول اثروا بالسلب الشديد على مسيره النادي الاهلي. هنا السؤال، هل هذه المباريات تعتبر رد اعتبار وفرصة للرد وإثبات الذات من وجهة نظرك؟ هي طبعا فرصة إثبات ذات طبعا مفيش شك، فرصة إثبات ذات ورد اعتبار الاثنين. الاثنين مع بعض بتعتبرها كده؟ الاثنين مع بعض. يعني هو كان موجود في النادي وشايف انه مشي، فبيجي المباراة دي عايز يثبت للنادي من خلال ما علمه النادي له من مبادئ انك لازم تبقى مخلص لاي فانيلا تلبسها. حتى هو بص كريم مش فرحان بصرف النظر عن الفرحه. بصرف النظر يعني انا موضوع الفرحه والزعل دي كره قدم. يعني ده دي كره قدم. انت جبت، انت كنت بتلعب في النادي الاهلي وجبت جون في النادي الاهلي، يحق لك انك تحتفل لانك جبت جول لانك بتاعك. ان انت خلاص بقيت لاعب محترف. صح. هي بتتعمل كل العالم بيعملوها يعني. يعني تقديرا للمكان اللي هو كان يعني فيه. يعني يعني لو سيبنا كريستيانو رونالدو مش حجر الزاويه، مش حجر الزاويه. صلاح لما جاب في روما ما احتفلش برضه في اوروبا، ما احتفلش على اساس انه بس انت النهارده، انت النهارده بتتكلم ايه؟ يعني مثلا كريم بامبو ما لعبش في النادي الاهلي درجه اولى سنه واحده. ولولا الصليبي سنه واحده. لولا الصليبي هو ايوه يعني لعب سنه يعني ما لحقش يتواصل مع جماهير. كمان محمد فاروق اللي قدامنا ما لعبش كتير برضه في الاهلي. فاروق ما لعبش كتير. محمد فاروق برضه ما لعبش نفس الكلام كتير. عبد الله بس عبد الله هو اللي لعب كتير، وعبد الله برضه يعني نقدر نقول انه ما احتفلش. لكن مش يعني هي الاثنين مع بعض، ان هي اثبات ذات ورد اعتبار بالاضافه ان هو بيمثل النادي اللي هو موجود بالزبط. فيه. طيب يعني خلينا نسال لماذا يتالق نجوم الاهلي في الانديه بقى الاخرى؟ يعني شفنا لعيبه كتير كان في الاهلي لما ثابت الاهلي، وعلى راسهم احمد الشيخ كان هداف الدوري لما كان في المقصريه الاهلي ما فيش. محمد فاروق لم ينجح في الاهلي او نعتبره كذلك وهكذا يعني. وجهه نظرك ايه؟ وجهه نظري يعني 90% بتقع على اللعيب، شخصيه اللعيب. في لعيب ما بيستحملش الضغط اللي موجود في الانديه الكبيره، او بيستحمل جزء ما بيحافظش على ثبات مستواه بشكل كبير جدا، بيبقى طالع نازل. انت لما بتجيب لعيب تبقى متامل انه هو اللي يبقى النجم وانه يبقى كبير وانه هو يبقى يعلى معاك. في لعيبه تلاقيها عليت
وهي عليت نفسها والنادي علي بيها قليل جدا. والله كتير يا كابتن في لعيبه كتير عليت. يعني لو تذكرت في الاهلي ما هو في لعيبه بتفقد الثقه يعني احمد الشيخ ابو تريكه لعب 4 سنين بس مع النادي الاهلي مثلا. ابو تريكه جاي من نادي درجه تانية. ايوه ماشي ماشي يا كابتن ماشي. اللعيبه ما بياخد الثقه خلاص حطه وجريه وانتهت القصه. انت النهارده لما بتاخد انت رايح المقصه كاحمد الشيخ لاعب النادي الاهلي طبعا لعبوك ادوك الثقه بقيت تجيب جوان بقيت نمره واحد في المقصة. رجعت النادي الاهلي لعبت ماتش وقعدت الباقي على الخط ففقدت الثقه. شوف احمد الشيخ مكسر الدنيا في المقصه يا كابتن مدحت. اللعيب بدون ثقه يساوي صفر. كابتن انت بتشوف خالد قمر بيتألق ازاي في الانديه. رجع راح من الزمالك ورجع الزمالك مرتين يعني رجع الزمالك مرتين في الدوري واحمد علي كان في الزمالك ومشي وهكذا ليه ولا ما بياخدوش فرصه حقيقيه. اما بيرجع تاني بيعتبروه انه راجع من ده لاعب مقاولين او لاعب كان النادي مش عايزه يرجعه فبيعتبر انه رجعه. الجهاز الفني يعني لو يدي اللعيب ده ثقه ويخليه يعني مدام الخامه كويسه. احمد الشيخ خد خامته كويسه الله ينور عليك. احمد الشيخ ده خد مجموعه مباريات وجاب اهداف وتقول هيلعب الماتش اللي بعده بعد ما تلاقيه مش موجود ولا في الاحتياطي حتى. فانت ما تعرفش راي المدير الفني بيوصل لاعب. في لاعب يقعد يلعب وحش واللاعب والمدرب يلعبه ومصمم انه يلعب لانه عارف اساسيات. لا هو المدرب هي بقى ما تقدر تقول عليها نصيب ان الراجل حبه. نصيب ان المدرب عمال يديله في ماتشات لحد ما انت شخصيا حصلت معاك بكتير. انا بدات ما حدش مستحملني ما خدت الثقه. انا خدت انا احمد ياسر ريان اهو. انا اديت نفسي الثقه مثلا احمد ياسر ريان لعب مثلا يبقى اللعيب عليه جزء كبير. طبعا عليه جزء بس كده. اللعيب عليه جزء بس في لعيب بقى بيستحمل ان يعني في لعيب لما بتسحب منه الثقه ما تلاقيهوش. مصطفى محمد طلائع الجيش مصطفى شوف عامل ازاي مكسر الدنيا في الطلائع لما كان في الزمالك زي ما يكونش راس حربة نادي الزمالك مثلا مظبوط كده برضو طبعا. جون انطول لما راح الاهلي ما فيش لما طلع المقصه كسر الدنيا هي ظاهره. جون انطول ظاهره طبعا وخد فرصه كان في الاسماعيلي مكسر الدنيا يعني خد فرصه جون انطوي ولعب كتير وكنا بنتفرج عليه. لا لعب في الاسماعيلي بس الضغط العصبي بتاع فرقه النادي الاهلي ما استحملوش جون انطوي. خلي بالك انطوي بيلعب لعيب طيب ماشي خلينا نعتبرها كذلك. وبرده في جزء على المدربين احيانا طبعا طبعا طبعا. حسين الشحات ما هو كان مكسر الدنيا في المقصه وفي العين راح الاهلي والى الان الناتج ضعيف صح مش كده برده طبعا. طيب كابتن ضياء ظاهره ازعاج المنافسين لو بصينا لمسيره النادي الاهلي هنجد انه الانديه الكبيره لم يحصد منها نقاط كثيره. 15 نقطه لم يحصد منها الا 3 نقاط من مين؟ قدامي اهو. من الزمالك وبيراميدز والاسماعيلي. دول 3 مباريات متقبله ها؟ وبعدين التعادل مع الاسماعيلي ما حصدش منه اي حاجه على الاطلاق والاتحاد. ايه وجهه نظرك؟ إيه لا هي وجهه نظر تعود للتركيبه الفنيه لفرقه النادي الاهلي ولا يعني عدم وجود الخبرات ولا ايه مش عارف. مش عدم وجود الهويه او الشخصيه بتاعت النادي الاهلي مفتقدها بقاله فوق السنه ونص. من اول خصوله بطوله افريقيا مع كارتيرون وبعد كده لاسارتي احنا بندور على شخصيه النادي الاهلي. لا. شخصيه النادي الاهلي متمثله في اللعيبه. متمثله في اللعيبه ازاي؟ ازاي اللعيبه تبقى في النادي الاهلي ويكون رد فعلها على اي حدث داخل المباراه ضعيف جدا. معظم المباريات رد الفعل ضعيف بتاع ازاي ان انا احارب وقاتل باستثناء بعض المباريات اللي هي لكن النادي الاهلي لازم يبقى فيه كتله تبقى شخصيه. كوتش مدير فني طبعا في ده جزء كبير. ده جزء كبير. فهي يعني سؤال عريض جدا. السؤال عريض بيتمثل في انه لما كانت الفرقه الاهلي او الزمالك بيبقى عندها شخصيه بتخش المباراه وهي يعني عندها شخصيه انها هتكسب من قبل المباراه. صحيح. بيبان ده في اداء اللعيبه والتحكم الفني اللي موجود. اي فرقه من الفرق الكبيره اول ما بتضعف فنيا زي ريال مدريد كده بتبقى مطمع لكل الفرق. ممتاز. طيب سريعا يا كابتن عشان نديله حقه لوكي ميل مدير الفني لطلائع الجيش هذا الساحر المجهول اللي جمع نقاط النهارده لو بصيت في جدول الدوري هتجد ان طلائع الجيش عنده 40 نقطه في المركز الثاني. والله انا عاجبني لوكي ميل من اول ما مسك فرقه طلائع الجيش وعمل معاه نتائج كويسه. كون انه تعثر
في بعض المواقف او فضل مستني للاخر. معهوش فرقه كبيره قوي يعني. بالظبط كده. بالظبط. امكانياتها كبيره. لا لا وسط صراع. عنده عناصر كويسه جدا. وسط صراع قوي. انا عكسك بقى. بس هو اللي عملها. ده عنده طبعا طبعا. لا لا ليه دور. هو اللي عمل الهارموني مع بعض. ليه دور طبعا. لا بص بص يا كابتن، هو مدرب كويس. مدرب كويس ومدرب فاهم وواضح انه عارف يتعامل مع لعيبته. وواضح لان فريق طلائع الجيش اما يكسب الاتحاد 4 دي نتيجه تقيله جدا. والماتش جدا ومسيطر على المباراه. لا الماتش كويس. وبيلعب كره قدم جميله. يعني من اليمين رفعاته ومن الشمال رفعاته ومن اليمين وهجوم من اليمين يسفر عن اهداف وهجوم من الشمال وهجوم من القلب. اخر ثلاث مباريات يسفر عن اهداف. انتشار اللعيبه ممتاز جدا والمدرب بيبان من انتشار اللعيبه. وفي توازن في توازن بين الانتشار، في توازن بين الدفاع والهجوم. طب لو حطيت يا كابتن ضياء مقارنه بينه وبين تكيس مدرب وادي دجله. لا تكيس مغامر معايش الناس في يعني هو عنده كوره بس ما ينفعش تبقى بتعمل حاجه واحده اللي هي تاذي. الكوره مش كلها جماليات. الكرة لازم يكون ليها أهداف. أي تيم موجود لازم يكون له أهداف. إحنا معظم الناس ومعظم الترابيزات لما بتيجي تناقش كرة والدك بيقولوا إن أحسن الفرق بتلعب كرة جميلة. طب بس بس إيه؟ بس ناقصها حاجات كتيرة جدا. ما تخلوش في موقف إنه الآخر ماتش اللي قبل الماتش اللي قبل الاخير في الدوري انه عايز نقطه عشان يقعد في الدوري. عايز نقطه فيه. فهي محتاجه في تفاصيل صغيره فنيه. لا. لازم تتناقش. ما ينفعش اقول احنا بنلعب كوره حلوه بس. ده ما ينفعش في الكوره وفي الانديه اللي ليها اهداف. ما ينفعش تقول ده بس وده مش كافي. يعني انا سمعت مره حد مسؤول بيقول هو قال لنا ان احنا هنتغلب اول 8 ماتشات. طب وانت حضرتك كنت مبسوط لما يقول لك هتغلب اول 8 ماتشات؟ طب وانت مين قال لك انه هيكسب الثمانيه اللي بعديهم؟ بس خلي بالك وادي دجله 99% منها من اكاديميات وادي دجله. يعني ما اشتراش ولا عمل ولا دفع ولا بتاع. بالعكس الوحيد ابراهيم النطاي جايبه مش عارف بقى. لا 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 ده انا بشوف انه كسب. ده باع محمد محمود وبيبيع وباع ممدوح وباع الباك ليفت سيد سالم. بالظبط. ده هو كسب فلوس. لا كسب فلوس بس. المفروض يكون في الوسط اكتر من كده. لو التفاصيل الصغيره في الطريقه دي اتعملت اللي هي ازاي احافظ على ان انا ما ادخلش فيها تاني اكتر فرقه داخل فيها اجوان في الدوري. صحيح. طيب خليني اسالك سؤال اخير فيما يتعلق برحله الهبوط البقيه. النهارده الاثنين المعرضين بقوه هم بتروجيت اولا بتروجيت اولا وايضا حرس الحدود. وحرس الحدود عندك فكره طبعا الماتشات المتبقيه؟ طبعا. تتصور من سينجو من وجهه نظرك؟ سؤال صعب جدا. هو سؤال مش يعني عندك الحرس الحدود عنده 36 نقطه قدامه ماتشين بيراميدز والزمالك. ده مين؟ حرس الحدود عنده بيراميدز والزمالك. بتروجيت فاضل له مباراه واحده امام المقاولون عنده 34 نقطه. يعني بتروجيت مبدئيا لازم يكسب المقاولين عشان يبقى 37 ويعدي الحرس. والحرس عنده 36 وقدامه ماتشين برضو صعبين جدا بيراميدز والزمالك. ها هو فرقه من الاثنين. ما لا فرقه من الاثنين. هو لا خلي بالك انه الجونه في اللعبه والاتحاد في اللعبه ودجله في اللعبه والانتاج في اللعبه. طب كم فرقه هتلاعب فرقه هيبقى في تعاطف مثلا؟ تعاطف تقصد ايه يعني؟ يعني ابقى حنين عليك. حنين عليك طبعا. في الكوره كده في الكوره كده طبعا. في الكوره في اوقات اوقات في تحت أوقات. شعار تعاطفك وحده يكفي. لا يكفي انت ملك الملك يكفي. انت فاكر خد بالك العالم 82 في فرقه في فرقه بالظبط حصل تعاطف في كاس عالم. في فرقه مستخبيه وعندها النمسا والجزائر. في فرقه عندها موقف صعب الجونه. عنده الزمالك والاسماعيلي. لا مين؟ ان الجونه الجونه عنده الزمالك والاسماعيلي. المانيا والنمسا تعاطفوا مع بعض. المانيا والنمسا بيطيروا الجزائر. بالظبط كده. يعني في ماتشات هيبقى فيها تعاطف. هيبقى مش هيبقى فيها ضغط. تمام. على كل احوال مش عايزين ندي حكم دلوقتي يؤثر بالسلب على معنويات الناس. طبعا. لكن بكل توفيق بس هي اهم حاجه تترتب الماتشات زي ما حضرتك قلتها كده. وعشان يبقى الناس تحس بعدل. اللي هيهبط واللي هياخد الدوري يبقى حاسين بالعدل. شرفت يا كابتن ضياء. تسلم يا كابتن متحف. شكرا جزيلا. شرفت يا كابتن. شكرا يا كابتن متحف. ربنا يخليك. اشكركم اعزائي المشاهدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.